صباح النور، صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين والسعادة عليكم جميعا أحبائي المشاهدين أينما كنتم، حلقكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نقصوا فرديون فرديين فرديين والدين ما قلت شيء. بسم الله ما شاء الله، شو يسهل يومنا الأحد. يعني كملت الوقت الأولاني لويك. الإشارة تكون الساعة 10:50. صباح الدار، نعطي وهدوش، نعطي وتعسيلة، نفطر، نرجع نخدم إن شاء الله 4:30. عندي بعض الموارد كمان. كما يظهر في العنوان. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في هذا النقل الجميل، سفح بنافحة يا الجزيرة وتشعل زبة اكلي بالضبط. اليكم نقل مباراة من تونس. اي نعم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الملعب، ملعب الأولمبي بالمنزهة. كما قاعدين نشاهدوا الملاعبيه كلها تلعب، اي نعم، ولكن اللعب متاعها يختلف. وباش ناخذوا زميلنا الان ويحكي لنا على اللعب، احكي لنا شويه على اللعب وعلى طرق اللعب. عيشك ومن فضلك ويرحم والديك. والله مش نقول لك انا اللي راهو الطرق متاع اللعب بالطبيعة كما انت قلت مقبيل سيدي خويا، اللي راهي تختلف برشا الالعاب. وعنا باش نذكر لكم على سبيل المثال من الاخ من زهير بن مخلوف، هذا معناتها في المجلس النواب عنده طريقة أخرى للعب، وهو يلعب معناتها طريقة يلعبها عنده اللعب هذا حتى في وسط الكرب يلعب، وما عنده معاه حتى مشغول ويطيح بها السطر. هم اللي يلعبها سيدي خويا كما قلت لكم ثلاثة أنواع، فما اللي يلعبها باش يطيح السكر، فما اللي يلعبها باش يطلع السكر، وفما اللي باش يلعبها باش يربح، وكل واحد وطريقته. شكرا لك. نعم نعم، قالها ويلعبها ونلعبها وكل الشعب يلعبها معك، وانت مثال لنا وممثلنا، فلنلعبها جميعا. واللي يسقط السكر او ينزل او يسعد، فالحل الوحيد هو الطاقة بالسكر. اي نعم. شكرا اليكم من تونس في هذا النقل الاخباري. اعلنت وزارة الصحة التونسية عن اكتشافها الى حل جذري جديد وهو حصري واكتشاف عظيم، الا وهو في مجال مرض السكري. عفانا وعفاكم الله، وذلك طبعا لاكتشافهم بأن مرض السكر لا يلزمه هذه المواد الكيميائية أو الهرمونات مثل الأنسولين أو الحقنات عن طريق الأنسولين مثل ما ذكرنا، أو اللانتوس أو العديد من الأشكال الأخرى. إليكم مراسلنا مكتشف هذا المكتشف العبقري للطريقة المثالية لإنزال السكر في الدم، معكم السيد زهير بن مخلوف من تونس. سيد زهير، لو تعلمنا كيف يعني تسقط السكر وتجعله أسقط منه ولا يوجد. والله أنا شد السكر طلع، فما عبادي يهزوا معاهم طابع السكر باش يطلعوا السكر ولا باش ينزلوه يستعملوا الحقنات. أنا ديما عندي في الكربة قالب صابون، وين نحس السكر مش راكح ينطلعوا ينهبطوا، وبوتش هنزب اكلي بالضبط. شكرا لك سيدي الكريم، سوف نكتب اسمك في كتاب غينيتس الى الارقام القياسيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه المواطنين، ايوه المواطنات، بعد الموت المحكوم رحمني الله واسكنني فراديس جداره، حبيت نقول
لكم اللي يراو الشيء اللي صاير في تونس ويكا مانيش راضي عليه انا بمعني ما كاش موجود شيء هذا ورغم اني كنت يعني اسهر على الحريات والالتزامات وان تكون تونس منارة المتوسط. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله ولا كلام بحيث رحمه الله ورحمني ما زاد مسكنا يعني فراديسة شنانة الكلام بتاع سيد بن علي هذا والله صحيح سيد عنده الحق هنا اللي يقول هكذا قل تروح تحت نعم تروح تحت مش معناتها متنا هكاو خلينا لا لا خلينا اسامي تاعنا حتى انا ما نعرفش انا حبيت نسال اسكا الشعب حب معناتها يعمل لي صنم كيف ما الصنم اللي انا عامله وانا صنمي انا ماكمش باش تتذكروا بحيث حب من حب كان اللي مش عارف يروح يسال نعم تعالى جدا انا ردت من هذا المنبر مشيئة الله تعالى ان نقول اننا يعني نبرئ ذمتنا مما حصل وهذه الزيارة ليس لدينا يعني اي مشكلة بها ويعني طيب رجب قال لا نعلم عنه إلا يعني أشياء قليلة ولا نعرفه ولم يكن صديقنا وليس لدينا معه أي مصالح يعني هذا كله افتراء. والسلام عليكم جيجا ورحمة الله تعالى جيجا. حياكم الله من العراقنا من جبادنا كل ده هذا شعب عربي عراقي أصيل حياكم الله كلكم هدول علوج أمريكا الأوغاد منو اللي قال هذه يجي رجب طيب أردوغان لتونس ويحل المشاكل في ليبيا خسات كاذب كذاب كل كذاب كلكم علوش وتعملون لصالح امريكا وصالح الصهاينة منو اللي اشترى قالوا البترول بتاع عراقنا العظيمة هذا من دس ما تصدقونه هذا عميل للامريكان العلوش الاوغاد والصهاينة هذا تمرن وتدرب عنده في تركيا يا وقال اللي هما يعني جنوده جنود العثمانيين وهذه مطالبه وهذا اللي شلون يرميله سرق بترولنا وسرق بترول سوريا ويساعد في الامريكان الاوغاد هذا ما تصدقونه وما تستقبلونه في اي بلد عربي هو يلعب عليكم دور الزعيم ومن هو لحد شيء دور لعنة الله على الشيطان الرجيم عاشت العروبة عاشت عراقنا عاشت تونس من صدام حسين قال له ذي الله عليه منه الجرد ذي رجب طيب أردوغان مرتزق من المرتزقين قال له ذي داني قالها تونس من هذه تركيا ذي كانت هذه ملها ليلي يقولوا لها تركيا هذه لعنة الله عليه جرد جاي تصلح في ليبيا لعنة الله عليك ما تقدر تلمسها انت ليبيا لما انا كنت حي الله يرحمني ما كنت تجرى لانت لغيرك زيك لعنة الله عليك حذر الطيران ليبيا كانت تساعدك وانت جاي تسرق في النفط الليبي لعنة الله عليك سرقت النفط من سوريا ومن العراق تدربوا عنك يعني وتعطي في حبوب الهلوسة جاي من عندك انت اي نعم
من عندك انت. يقول لي يبي المصلحة لشمال افريقيا. ايش جابك لشمال افريقيا لعنة الله عليك جرذ؟ ويقول لي انا كتبت عليه في الكتاب الاخضر وقلت عليه انه رجبت طيب بردوغان عام زي الطفل الصغير يبي يلعب يبي يلعب بس وحده، ولما ما يقدر يلعب يكسر الألعاب ويكسر كذا. وهذا هو رجب طيب بردوغان لعنة الله عليه وعلى طباعه، لا عند المندسين يعني من تونس يقول لا. بس انا نقول ليكم استاذ القانون رئيس الجمهورية قيس سعيد انا نتوسم فيه الخير، ولا قلت بالسماء لما شفته رحمني الله قلت انه هذا احسن رئيس لتونس. السلام عليكم، وعشت الغربة وعشت ليبيا وعشت ليبيا، تصف امريكا تصف امريكا وتصف اردوغان. اي نعم، لعبة حماسية جدا، العبوها العبوها كل الامبراطوريات العربية. نعم سوف تنجو من براثين الامبراطورية العثمانية، لا لن تكون لك اية كيف نعبر عنها، لن تكون لك اية شانس او نقول يعني هذا الحظ، لن يكون لك حظ لكي تسلبي منا عقولنا. سافح يا ابو نفح، بوتش هاندز اب، يدين هزب.